زي ما ابتدينا كلامنا وزي ما هنرجع نكرره تاني، يعني يمكن يكون الشخص بيرحل لكن السيرة الطيبة هي اللي بتبقى، والعمل بيبقى وحب الناس بيبقى إلى ما لا نهاية. هنتكلم في الفقرة دي عن سيادة الوزير الراحل العمري فاروق، هنتكلم عن خدمته للنادي الأهلي وعشقه للنادي الأهلي والأعمال اللي قام بيها، وزي ما كنت بقول برضو أنا وكريم في البداية لم يعشقوا فقط الأهلوية، ناس كتيرة كانت موجودة بكل الطوائف من دول عربية مختلفة، طوابير العزاء اللي كانت موجودة واللي عرضناها لحضراتكم للي ما كانش موجود، يعني أعتقد هي معبرة وبتتكلم عن نفسها، حب الناس لهذه الشخصية اللي بجد لا يختلف عليها اثنين المحترمة. هنتكلم في كل ده في فقرتنا دي، وهنتكلم أيضا يعني عن المنتخب والرحلة اللي انتهت قبل ما تبدأ الحقيقة، كل ده مع ضيفنا العزيز جدا كريم سعيد الناقد الرياضي. صباح الهنا عليك يا كريم. صباح الخير يا هوان. صباح الخير يا كريم. صباح الفل عليك، كل منورنا. متابعي قناة الأهلي، و قال ده في وفاة الوزير العام فاروق، أكيد طبعا ربنا يلهم أهله وأسرته الصبر جميعا بصراحة. يا رب. الموضوع أكيد طبعا احنا كمفاجأة، وعارفة أنت برضو يعني وفاة المفاجأة صعبة شوية يعني. صحيح، يعني من أول النزيف اللي طبعا كان ورا الاسترس والصداع اللي كان مش طبعا مفهوم للأسف، فربنا يصبر أهله. طبعا الوزير العام فاروق بصراحة يعني كل من في النادي الأهلي يعرف الراجل ده خدم النادي قد إيه على مدار سنوات كتيرة، وكمان بصراحة كمان يعني دور عامل فاروق مع الألعاب الجماعية بعيد عن الكورة. أنا عايز أقول لك يعني امبارح يعني كان عندي لقاء يعني مع أسرة تنس الطاولة في النادي الأهلي، وبصراحة الناس يعني كان واقفين يعني سيرته جت، مش عايز أقول لك يعني في حاجات كتيرة ممكن ألعاب اللي هي مش عليها تغطية إعلامية زي الكورة، يعني الكورة طبعا واخدة الزخم الأكبر، لكن شوفوا دور عمرو فاروق مع كره السله، شوفي اسره كره السله تتكلم عنه ازاي، اسره السباحه. عايز اقول لك كان يعني مباراه الووتر بولو كان بيروح يحضرها مع الفريق، والفريق كان اعتقد في السنوات الاخيره ما كانش بيحقق مكاسب كتير، فكان بيقف معاهم. وحتى انا فاكر كان النادي الاهلي كان بيلعب هليوبلس، وله صوره مشهوره يعني كنا بننزلها في يلا كوره دايما وهو قاعد على الكرسي وفرحان بهدف. ايوه انا عارفه الصوره دي يعني طبعا. هو بصراحه أيقونة مهمة جدا جدا في الجزء بتاع الألعاب الأخرى البعيدة عن كرة القدم، هو أعتقد له دور كبير. وعشان كده بصراحة زي ما أنت اتفضلتي وقلتي في الإنترو إن عمرو فاروق في النادي الأهلي له مكانة خاصة، لأن هو تعامل مع كل الألعاب الممكنة في النادي، وكمان له دور كبير جدا جدا إداريا صحيح مع الجمعية العمومية. طبعا احنا هنا بنتكلم عن حاله حب استثنائيه الحقيقه طبعا. يعني وهو رحمه الله عليه كان جدير بيها ومستحق ليها كل الاستحقاق اللي في الدنيا، وشفنا لها مليون دليل واماره في حياته وحتى بعد رحيله. ان قبل ما نطلع على الهواء من شويه واحنا في الفصل كانت نهاوند بتدردش معاك وبتقول لك شفت العزاء امبارح كان عامل ازاي، وتعبيرات وشوش الناس اللي صادقه في حزنها عليه. يعني فالحقيقه كانت محبه مستحقه جدا. حب الناس طبعا امر اكيد بيتم ترجمته في الافعال ببساطه يعني، مش كلامه طبعا. بس يعني فطبعا اكيد العزاء امبارح كان اكيد استثناء، يعني كل الناس عايزه يعني عايزه تقول له حتى لو روحه حاسه ان احنا بنحبك صحيح، وان انت مؤثر في حياتنا، وان احنا يوم زي ده اكيد مش هنتاخر عليك. وانا اعتقد يعني الوزير عمرو فاروق بكل امانه احنا شفنا ان رب سبحانه وتعالى فعلا بيحب، كل امانه كل الشواهد بتقول يعني الامور مشيت معاه بشكل كويس، ونتمنى ان ربنا يغفره ويسامحه ويثبته عند السؤال ان شاء الله. امين يا رب. عايزين نتكلم معاك دلوقتي عن المنتخب، للاسف هو برضو موضوع اخر محزن، يعني احنا ابتدينا بخبر طبعا وفاه العمري فاروق، وكمان بنكمل يعني بانتهاء مشوار منتخب مصر اللي هو لا يقل حزنا الحقيقه، شيء غريب جدا، بس مش هقول شيء صدمه لان احنا تقريبا اخذنا على السيناريوهات دي اللي هي بتخرج من دور ال 16 او بتوصل للنهائي وما بتفوز او الاداء بيبقى غير جيد. يعني كريم، تفسيرك لما يحدث في كره القدم من 2010 حتى هذه اللحظه 14 سنه، بتفسر الازمه فين ولا هي ازمات يمكن متراكمه؟ خلينا نعرف منك. بص خلينا يعني نبقى واضحين، يعني انا اعتقد احنا الدايره دي لفيناها كتير قوي بصراحه، واسئله ملهاش اجابات حتى هذه اللحظه الحقيقه يعني. ببساطه اللي هيشتغل هيلاقي وربنا هيجازيه. صحيح. اللي مش هيشتغل وهيقضيها كلام وهيقضيها يعني انا اسف يعني مجاملات،
بتبقى دي الناتج. طب ما ده حاصل من زمان يعني، دي مش المره الاولى اللي ندفع كلنا من اعصابنا ومن حرق دمنا تمن ان اللي انت بتتكلم عليه ده مش حاصل. كريم خلينا نتكلم في الاخر، طبعا بنتكلم على رياضه وفريق وكل فريق له مقومات وده منتخب. لو فيك حتى لما انا كنت ضيف معاكم من اسبوعين واتكلمت على الفرق ما بين الشغل النادي وشغل المنتخب. طبعا المنتخب يفترض ان هو عنده ايجاب، عنده حاجات اسهل من النادي وعنده حاجات اصعب وعنده خلاصه لعيبه النوادي. لكن انت تخيلي ان احنا بنتكلم على الاداء اللي احنا قدمناه ده من مدير فني، مدير فني بيقبض شهريا 200,000 يورو 200,000، فريق زي كاف فيردي المدير الفني بتاعه بياخد 5,000 يورو. لا والله والله العظيم. طيب نسيبنا ان كل واحد عنده مدير اعمال شاطر بيعرف يجيب له افضل شيء، انا ليا في الاخر الناتج. طبعا اختيارات يا كانت تتخيلي اصابه امام عاشور، اصابه امام عاشور خلتنا قاعدين بنقول مين البديل. ملوش بديل. طيب محمود حماده لعيب كويس ولعيب واعد كل شيء، لكن السؤال هنا هل النهارده اقدر احطه في اختبار بالشكل ده؟ الكوره بصراحه اللي جات له كانت شكلها وحش جدا. طيب جدا في لحظات الترجيح مهند دخلنا في كذا سيناريو، يقول لك مهند لاشين اعتذر، والسيناريو الثاني لا ده ابو جبل هو خد الكوره وانطلق، فيبين لك ان مفيش سيستم مفيش نظام. طيب لما نيجي نحاسب خلينا بكل امانه الحق دلوقتي علينا كلنا ان احنا نعمل من النهارده كشف حساب المفروض بالظبط. احنا كنا قايلين مش عايزين ابدا نحكم او نظلم حد او بالزبط. ندي اي قرار الا بعد انتهاء المهمه اللي هو كان جاي عشانها. دلوقتي نقدر نتكلم براحتنا ونعمل كشف حساب لكل الناس. نعمل كده بقى، خلينا نبدا يا كريم معاك. نبدا بكشف حساب. كشف حساب واحنا بنعمل كشف حساب للمنتخب الوطني، يبدا كشف الحساب بدايه من مجلس اداره اتحاد الكره، بدايه من مجلس الاداره. مجلس الاداره هو اللي عنده القرارات الاداريه، مش هقول الفنيه، الاداريه اللي بتوصلنا للشكل الاخير اللي احنا بنشوفه. طيب اتحاد الكوره خد قرار وهو ان الكابتن حازم امام هو المشرف العام على المنتخب الاول، والكابتن محمد بركات مشرف على بقيه المنتخبات. بما ان احنا بنتكلم المنتخب الاول يبقى اتحاد الكوره فوض الكابتن حازم امام بصفته عضو مجلس اداره بان هو مسؤول عن كل القرارات الاداريه. واستدل على كلامي بجملة لطيفة قوي قالها الأستاذ محمد عبد الوفا عضو مجلس اتحاد الكورة، إن هو في يوم اتخذ فيه قرار ما، الراجل قال أنا والله ما أعرفش. أنا والله ما أعرفش. يعني قرار إن محمد صلاح يمشي مثلا من المنتخب، قال لك اتحاد الكورة إحنا كمجلس إدارة ما خدناش قرار وما عملناش أي حتى كونفرنس كول. أنا موجود في أسيوط وما أعرفش حاجة. ده كلام مسجل في أحد وسائل الإعلام. وقال احنا مفوضين الكابتن حازم امام وفي الاستاذ خالد الدرندلي رئيس بعثه. طيب يبقى كده احنا اتاكدنا ان مجلس اداره اتحاد الكوره واضح جدا منذ تفويضه للكابتن حازم امام هو سيد المنتخب ملوش دعوه. ده كلام رسمي وعلن. طيب كابتن حازم امام هيشيل هو الشيله كلها. كابتن حازم امام هو اللي اختار فيتوريا وهو اللي جابه وهو اللي ايده وقال احنا جبنا فيتوريا، قال جمله شهيره قوي، احنا جبنا فيتوريا عشان نقدم كوره حلوه. نكمل. فيتوريا جه بقى له معانا سنه ونص. فيتوريا بقى له معانا سنه ونص. خلال السنه ونص اللي انا افتكر الحلقه اللي فاتت انا قلت لك ايه؟ ما خدناش ولا يعني مباراه مع كلاس ايه من منتخب افريقيا غير ماتشين بس. متعادل. تونس والجزائر. اتغلبنا من تونس هنا في مصر 3-1 وكانت الحجه ان النادي الاهلي ما قدمش لعيبته. ومع الجزائر اتعادلنا 1-1 في الامارات. بس. صحيح. طيب يعني الراجل اصلا ما عندوش الفكره ازاي هيلاعب اصلا منتخبات كلاس ايه. والحاجه الثانيه انا اصلا مع منتخبات افريقيا، احنا جايبين راجل كان بيدرب في الخليج. طيب هل انت عندك الخبره والقدره ان انت تتعامل في ماتش افريقيا؟ شوف مثلا الجو وانت كنت بتدرب فرق مش منتخبات ابدا يعني برضه. لا وشوفي كمان الجو هناك هو نفسه مع وزود ريسبكت والله مع كامل احترامي ليه، هو نفسه تحس ان هو مش متحمل الاجواء هناك. المفروض مدربين يعني هو يحب عشان يشتغل يبقى شغال في اتموسفير معين، لو ده مش موجود انا بقى خلاص. والدليل على كلامي في حته ايه؟ ان الراجل
مع امكانيات القايمه الحاليه دي من اقوى القوائم اللي جت في تاريخ مصر كل امان. الراجل مش عارف ان جت لعبته الراجل هي مش توظيف. الاقوى في تاريخ مصر قوي يمكن لا وقت مش حسن شحاته بس من وقت حسن شحاته ده قصه ثانيه من وقت الكابتن حسن شحاته هي الافضل اللي جات لنا. وبنتكلم النهارده احنا معانا محمد صلاح في رانك معين ومعانا لعيبه النادي الاهلي ممتازين ولسه كسبانين دوري افريقيا ومعانا زيزو واحد من افضل اللعيبه في مصر بتعمل كروسات. هو انت ما شفتش زيزو وما شفتش صلاح قوي وما شفتش كذا يعني واحجازي يعني انت شفتهم موجودين بالاسم بس الاداء اللي احنا نعرفه عنهم ليه ما كانش موجود؟ يعني ليه كل لاعب مع النادي بتاعه جيد لكن عندك هنا كمنتخب مش باين؟ هاخد اسم اللاعب اللي انت قلتيه احمد حجازي في تصريحه بعد نهايه مباراه كاب فيردي اللي احنا تعبنا فيها 2-2 وتاهلنا بشق الانفس. احمد حجازي المؤتمر الصحفي او بعديه على طول قال ايه؟ احمد قال يا جماعه احنا محتاجين كابتن فريق احنا محتاجين نصلح اخطائنا ما ينفعش نلعب في النوك اوت بنفس الاسلوب اللي لعبنا فيه دور المجموعات. ولازم نغير عقليتنا ولازم نغير نصحح ده كابتن الفريق وبيتكلم بنرفزه فواضح ان اوضه اللبس غير مسيطر عليها اوضه اللبس مش في افضل حالاتها اوضه اللبس اصلا واضح جدا جدا ان مشاكل المنتخب الاداريه ضغط على الفريق وبالتالي حتى احنا لما جينا مستنيين من اللعيبه فنيات فقط ما بقاش فيه صحيح. ليه؟ لان خلاص اللعيبه نفسها انا اسف مش شايله المسؤوليه وكله خايف كله خايف يغلط فيبدا هو يتحمل المسؤوليه لوحده بالظبط بالظبط زي ركله الترجيح الاخيره دي ببساطه ملخص للحقبه دي ان اللعيبه نفسها مش عندهاش الشجاعه انها تاخد الكوره وتخش تسدد ركله الترجيح زي ما حصل من مهند انا مش مصدق ان اللي بيتقال ده بيتقال على منتخب مصر ده اللي حصل يا كريم يعني شيء عدى مرحله انه شيء مؤسف الحقيقه ده انت عندك عوار صريح في كل حاجه يا راجل ده التيشيرت فيها مشكلة. لا التيشيرت ده بشع يعني ايه ده؟ انت فاهم يعني فاضل لك ايه؟ يعني انت رايح تعمل ايه؟ بالنسبة لموضوع التيشيرت ده برضو عشان نوضحها للناس واتكلمنا فيها. هو بكل امانه الناس بتسال هو دلوقتي احنا في موضوع التيشيرتات المفروض الشركات هي اللي بتروح تدفع لاتحاد الكوره على فكره احنا ما بنروحش نشتري يعني الشركات بتعمل هي عروض هي بتعمل عروض واتحاد الكوره بيختار وبياخد فلوس يعني والله بجد طيب عايز اقول للناس على فكره التيشيرت سيء، التيشيرت سيء ليه؟ ببساطه لان اللي عمل الديل ربما وهو بيحسب الديل وبيحسب الكوميشن بتاعته لما يقلل التكلفه quality. على الشركه اللي هو بيشتغل معاها الكوميشن تزيد لا مش معقول معقول هذه الدرجه ما فيش حتى رقابه يعني على القرارات دي طب هسألك سؤال كل حاجه للمصلحه معقوله كده لا السؤال بس سؤال بس هو مين هيحدد الكواليتي بتاع التيشيرت طب ما احنا امبارح اتفرجنا امبارح السنغال وكوت ديفوار بيلعبوا 120 دقيقه اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم داخلين يشوف دورات ترجيح والله ما في نقطه ميه لا 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 على الجيرسي هو التيشيرت بتاعت منتخب مصر الوحيده لو حضراتكم تابعتوا وبتتابعوا هي الوحيده اللي شفناها يا ريت تجيبوها يا جماعه لو في صوره يعني شيء ايه ده 120 دقيقه ليه كده المشاهد المحزنه دي السنغال وكوت ديفوار امبارح جريوا اكتر مننا بص حتى بص الكونغو بلاش امبارح بص الكونغو لا دي عايزه تتعسر عارف انت اللي هو عايز يقلعها نعصرها له ويلبسها تاني واللعيبه بتتكلم وخلي بالك اللعيبه ما بتتكلمش يعني اللعيبه لا يتكلموا بقى بصراحه واحمل الدرجه دي اسم وهيبه مصر عرضه كده للنوع ده من المسخره اللي احنا بنتكلم عنها. هو السؤال هنا كان بكل امان اي شغله في الدنيا على فكره اكبر مشكله فيها اول حاجه بنتكلم فيها البادجت يعني اول بنيجي نعمل شغلانه في اي حاجه اول حاجه بنسال عليها البادجت كام؟ طيب لكن انت تخيل ان انت معاك بادجت مفتوح يعني النهارده احنا بنتكلم ان المدير الفني فقط بخلاف بقيه الجهاز الفني انا ما حسبتش بقيه الجهاز الفني المدير الفني فقط بياخد 200,000 يورو بتاخد لعيبه مفروض يعني عنده كلاس من كل النوادي في مصر وقايمه منتخب مصر فعلا قايمه قويه طيب عايز عايز تعمل معسكر في الامارات اتفضل عايز يعني الدنيا بالنسبه لك كل الدعم الحقيقه صحيح كل مطلوب منك انك تشتغل الراجل ده بجد والله الراجل ده ست شهور بيشتغل نظري لان زي ما قلنا مدير فني المنتخب غير مدير بيراقب وبيتابع بيشتغل نظري قيم وبيكتب بكل امانه سنه ونص سنه ونص عشان تقدم لي المستوى ده بكل امانه يعني انت سنه ونص شغال وبتراقب الناس وبتتفرج على فيديوهات وبتتفرج على ماتشات عشان في الاخر تقدم لي المستوى ده مدرب كوت ديفوار منتخب كان خلاص بيخرج ودايما خسر 4-0 من غير الاستوائيه وقاعد
بيتفرجوا يا عيني على كل المجموعات مستنيين فرصة يطلعوا أفضل توالد وبيدوروا على مدير فني، هم كانوا أقل مدير فني بتاعهم. جابوا مدير فني في 24 ساعة وطن. الراجل ببساطة ما ألفش، قال لهم يا جماعة إحنا بنلعب السنغال مرشح الأول، زون ديفنس ونلعب على المرتدات، لو اتأخرنا في النتيجة نبدأ نهاجم يعني وربنا يوفقنا. لعبوا مباراة يأكد لك إيه؟ إن المنتخب الوطني لما في امور معنويه وفي مفيش ضغوطات على اللاعبين يقدروا يطلعوا افضل ما عندهم. امبارح كوت ديفوار عملت مباراه طبعا. فعلا يعني طبعا. مش ممكن طبعا. ملحمه وفضلوا متمسكين بالتعادل لغايه لما ربنا وفقهم وجاب لهم ركله الجزاء بتاع بيبي اللي جات له في الدقيقه 84 بعد الخطا بتاع مندي. فتاني اللي عايز اقوله، لا هي مش كيمياء، هي مش انا اسف، هي مش لا فيزياء. لا صح، صح. مش داخلين المعمل نطلع دواء جديد لفيروس عمرنا ما عالجناه قبل كده. لا الموضوع مش الصعوبة دي، الموضوع ببساطة واحد، عايز أمانة نزاهة في العمل ورقابة شديدة وشغل للأسف ومنطق لازم يكون حاضر، وده كان غايب حتى في الاختيارات. منتخبها يعني. كريم انت عارف المباراة اللي هيتقال لك يعني المنتخب لما يرجع ان شاء الله ويوصل ونبدأ بقى هنتكلم ونعمل والتليفونات تشتغل والتصريحات تطلع، انت عارف اللي هيتقال لك ايه؟ بكل امانه هيتقال لك رد محدش عارف يرد عليه، يا جماعه دي كوره ورياضه واحنا في خساره في مكسب. طب احنا نشوف المكسب، يعني نشوف المكسب عشان نشوف الخساره، لكن احنا ما نشوفش غير خساره. ما هيقول لك والله احنا حاولنا واحنا والنهارده كان التوفيق مش حاولنا وربنا يوفقنا وان شاء الله خير وكل سنه واحنا والله طيبين. انا والله هعمل لك دورهم دلوقتي. انا يعني منتخبنا في النسخه دي من البطوله الحقيقه لا عرف طعم الهزيمه ولا الفوز. طب بلاش هقول لك حاجه، هو في النص. طب عارف يا كريم النقطة اللي فعلا ما فيهاش مخرج إيه؟ بس يحصل فيها تحقيق، موضوع التيشيرت. ليه؟ موضوع التيشيرت ده موضوع واضح جدا، ببساطة تيجي لجنة تاخد عينة من التيشيرتات تعين الكواليتي بقى وتعمل وتعين الكواليتي صحيح. وتجيب العقد اللي اتعمل وتجيب عقود مشابهة لنفس الماركة مع فرق أخرى أتفق وتشوف معاك وتشوف. دي اللي بقى آسف ما فيهاش مهرب، دي واضحة صحيح. هل السؤال بقى، هل احنا نقدر نعمل ده النهارده؟ لا نقدر، ما نقدرش. هل النهارده في حد يقول والله والله يا جماعه الناس بتوع برنامج الصباح في قناه الاهلي بيتكلموا صح بيتكلموا بمنطق، تعالى اعمل وهات لنا التيشيرتات دي وقول لنا مين اللي عمل العقد ده وورينا البنود. انت تعرف مين اللي عمل العقد ولا لا؟ عندك الاسم؟ الاسم اللي عمل؟ لا ما عنديش والله. بس اسهل من الجاب اكيد، اسهل، دي اسهل معلومه ممكن تجيب. النقطه اللي كريم كان بيتكلم فيها كمان، بعد احنا لا نتدخل في الاختيارات، قلنا الكلام ده لما حد كان بينتقد حتى فيتوريا من بدري، قلنا يا جماعه سيبوه هو هيشيل الشيله في الاخر، فاحنا بنعمل كشف حساب بعد ما المشوار انتهى. اسماء شاركت في كاس العالم للانديه ما كانتش موجوده مع المنتخب، يعني انا مش تحيزا للنادي الاهلي، بس عندك ياسر ابراهيم وعندك حسين الشحات وعندك اسماء تقيله في ايه يعني؟ خلينا نرجع للنقطه دي يا كريم، بس نرجع لها باستفاضه نروح فاصل سريع جدا طبعا. ونرجع نكمل مع حضراتكم كلامنا عن المنتخب ومشواره اللي زي ما بقول هو لم يبدا وانتهى بعد الفاصل. طيب احنا لسه كلامنا مستمر مع كريم سعيد الناقد الرياضي وزميلنا العزيز، وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن نقطة الاختيارات. دلوقتي نقدر ان احنا نتكلم براحتنا في كل حاجة بقى. تعالى نعمل كشف حساب للسكواد الموجود، ليه عندي لعيبة مش موجودة؟ وتاني هرجع أكد ملهاش علاقة بالنادي الأهلي، أنا بتكلم عن لعيبة تقيلة، لعيبة شاركت ولعبت مع فرق يعني عالمية، لكن لعيبة منهم ما اتخدتش. اتكلم عن ياسر إبراهيم تحديدا وحسين الشحات، معلش أنا عايز أقف عندهم لأن أنا هضم صوتي لصوت ملايين الناس اللي قالت لك وجودهم كان هيفرق بشكل كبير جدا مع المنتخب. تمام، تعالي ناخد الاسم الأول، نخصوص الاسم الأول كان عليه لغط كبير هو ياسر إبراهيم، خصوصا كمان نقطة مهمة إن احنا بنتكلم لما بنتكلم على مدافع مساك احنا مش بنتكلم عليه لوحده، بنتكلم على الثنائية في التفاهم. صحيح. ودايما قلنا إن ثنائية ياسر إبراهيم وعبد المنعم في الفترة الأخيرة كانت هي أفضل ثنائية دفاعية في مصر كلها. في تصريح شهير قاله فيتوريا ساعة اختيار القايمة لما الناس انتقدت عدم اختيار ياسر إبراهيم. قال إيه؟ قال طبعا الاسم الاخر اللي كان تم ضمه هو احمد سامي مدافع نادي بيراميدز. فيتوريا قال ايه في المؤتمر الصحفي؟ قال ان احمد سامي بالنسبه لي زي الساعه السويسريه ما بتصدقش و بلجا لها، او يعني لما بلجا لها بتفيدني وجوكر. طيب انا النهارده قلت للناس قبل بطوله مجمعه بطوله مهمه زي دي ان الراجل ده بالنسبه لي ساعه سويسريه. ده معناه
ان يعني اضعف الايمان، اضعف الايمان في كل مباراه اذا ما بداش اساسي ربما يكون عندك لك ان تتخيلي الساعه السويسريه فين بقى؟ اربع مباريات لعبهم المنتخب الوطني في كاس الامم الافريقيه احمد سامي خارج التشكيل، مش قاعد على الدكه اصلا، قاعد في مدرجات فوق بيتفرج على الماتش مدرجات زي المشجعين، ثلاث مباريات، والمباراه الوحيده اللي دخل فيها على دكه البدلاء كان دخول اضطراري. مش معقول والله. ده تصريح رسمي للراجل، ده بيعرف يخلي بالك يا جماعه. اول ما تلاقي المدير الفني، اي مدرب كره في وجهه نظري، بدا يتكلم بشكل درامي زي الموفيز كده، وبدا يدي بقى لمحه ويقول لي اعرفي، انا اسف والله، اسف والله، ان هو بدا يخش في شارع النصب. بينصب على الناس. ليه؟ انا النهارده هقول تصريح ناس تقعد تتكلم فيه شويه شويه وبيبعدوا عني بقى. الراجل فاق بكل امانه فيتوريا اكيد من السي في بتاعه سي في قوي، لكن هو ما اشتغلش معاه. وعلى فكره وحتى ما عرفش ينصب. هو ما اشتغلش. لان عاده اللي عنده نيه النصب بيحلي بضاعته. هو ما ورناش والله بضاعه اساسا. هو ما اشتغلش معانا، هو ما اشتغلش. هو ما يعرفش اصلا امكانيات اللعيبه. هو اصلا حتى ايفن ما بيحطش بلان بي في ماتشات، لو تخلي بالك الجون ماتش موزمبيق اول مباراه. احنا متقدمين 1-0 من الثانيه 23، مباراه سهله للغايه. طب. ومباراه بتديكي يعني مساحه انك تخش البطوله وتدي كارت انذار لكل الناس. الشوط الثاني اول ما موزمبيق عملت عليه الكامباك بعد الهدف الثاني الراجل مسك الفوطه في صوره شهيره جدا استعرضناها يعني في على السوشيال ميديا وعندنا في يلا كوره، صوره كانت غريبه جدا، ماسك الفوطه وعمال ينشف عرقه ورايح جاي يا عيني متوتر للغايه، بدا ساعتها يصطدم بالواقع ان الواقع اصعب مما كان يتخيل. فبالتالي النقطه اللي انت قلتيها دي واحده من النقط بقى الفنيه المفروض في اتحاد الكوره يجيبوه كده في تحقيق ويقولوا تعالى انت اختار فني بقى، انت اخترت كذا ليه ما لعبتوش وانت قلت عليه كذا؟ هو عمر ده بيحصل تحقيق اصلا؟ لا ما هو مين المفروض يعمله بقى عشان نبقى واضحين قدام الناس؟ انا اسف جدا للمقاطعه، انا اسف، بس برضه الشيء بالشيء يذكر. هو المفروض اتحاد الكوره يجيبه ولا المفروض ان جهه ما تجيب اتحاد الكوره نفسه؟ لا ما حطيناش الكلام واضح جدا داخلين، انا وزاره الشباب والرياضه ما لهاش اي علاقه بهذا الامر خالص، براها اللجنه الاولمبيه، براها ما لهاش دعوه خالص، الكلام واضح. الشخص دلوقتي المنوط بالتحقيق مع فيتوريا هو الكابتن حازم امام، لان هو المفوض من مجلس اداره اتحاد الكوره. ومين المنوط اللي طب مين اللي جاب فيتوريا؟ حازم امام. طب يبقى ازاي النهارده اللي جابه هيحقق معاه؟ ما لو حقق معاه وطلع التحقيق سلبي هو اللي هيتحمل، هو يبقى جزء نفسه. من ال ده اللي هيحصل. ايوه امال مين اللي يملك حق محاسبه اتحاد الكوره نفسه؟ الوزاره تحاسب اتحاد الكوره على الانفاق وانت حققت ايه؟ يعني انت النهارده كان معاك بادجت، ما هو اتحاد الكوره ده مش ملك حد، ده ملك البلد. طب. انت كان معاك بادجت، انت من يوم كذا ليوم كذا صرفت كام؟ صرفنا كذا، عملت بيهم ايه؟ عشان كذا وكذا، ويبقى معاه. وطبعا واللجنه ممكن يكون فيها. معلش يا كريم. نعم. هو ده عمره حصل؟ لا. طب معلش يا كريم برضو، هو ده وارد انه يحصل؟ ما اعرفش. السؤال الاجابه عند السيد الوزير اشرف صبحي. يعني ما احنا بنتكلم بمنطق، بس هذا المنطق ده بينفذ على الارض؟ يمكن لما ينفذ في مره يحصل حاجه او يحصل اختلاف. هو التصريح الوحيد اللي قاله ان ما حدش يعني ما فيش اي مساحه لاقاله اتحاد الكوره، ان في انتخابات اخر السنه وبالتالي احنا مش هنعمل اي اجراء. وطبعا انت عارفه صدقني الناس ولا هيفرق معاها اقاله اتحاد الكوره، خلاص اللي حصل حصل، وده كان الى حد ما برضو متوقع. لا احنا عندنا اتحاد الكوره؟ لا هنقول عندنا طبعا في لا في ناس يا كريم. لا انا اسف، لا لا معلش، ده وجهه نظر شخصيه مش وجهه نظر القناه، دي وجهه نظري الشخصيه ككريم سعيد. انا ما عنديش رئيس اتحاد كوره، كامل احترام ما عندناش. الناس اللي كنا بنعمل بس اعملوا مقارنه يا جماعه، اعملوا يا جماعه كده مقارنه، مقارنه بجد والله، ما بين جمال علام رئيس اتحاد الكوره المصري وفوزي لقجع رئيس اتحاد الكوره المغربي. شوف هو ودى الاتحاد بتاعه فين، ودى منتخبات بلاده، فريق اول، منتخب اول، منتخب 23 سنه، كره شاطئيه، كره صالات. شوف المغرب، تعالى بقى عند مصر. منتخب اول بياخد دور 16. احنا الحاسه الوحيده اللي رحنا الاولمبياد منتخب الاولمبي. منتخب الكره الشاطئيه بيخسر، منتخب السيدات بيخسر. كل منتخبات الفئات العمريه الصغيره كلها خسرت. واحنا قاعدين بنعمل ايه؟ هقول لك نعمل ايه؟
نقفل الحلقه على كده وبارك الله في البرازق، لان احنا النهارده اكتفينا بهذا القدر من الاحزان. نشكرك على وجودك معنا النهارده كريم، نورتنا كريم كالعاده، يعني وجودك بجد بيبقى مختلف. اشكرك جدا، وكان نفسنا نتكلم بزاويه مختلفه ونقول بالتوفيق للمنتخب فيما هو قادم، لكن للاسف مشوار انتهى سريعا وانتهى قبل ما يبدا وقبل ما نفرح وقبل ما الواحد اصلا يحس ان هو بيشارك اصلا في هذه البطوله. قبل ما اختم بس اسمحوا لنا مره ثانيه نتوجه بواجب العزاء لدكتور هشام ودكتور خالد وابناء سياده الوزير ابراهيم ومريم وزوجته طبعا المحترمه المهندسه مي، ربنا يصبركم ويصبرنا جميعا على فراق سياده الوزير العمري فاروق. نشوفكم ان شاء الله بكره وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. مع السلامه.